السلام عليكم يا رجالة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة الجمعة رجالة 14/7، نزلنا إن شاء الله في ظهر القلعة كده. إن شاء الله نشغل على البطاطا كده ونجرب على البوري كده، بس النهاردة المية كاشفة شوية، فبأمر الله نشتغل على البطاطا كده، ويمكن في كسر الشمس كده بأمر الله البوري يخش علينا بأمر الله. خليكم معانا كده رجالة، وإن شاء الله اللي جاي خير. طبعا بشكر كل متابعين على التفاعل، وإن شاء الله الأيام اللي جاية يعني نحاول نعملوكوا فيديوهات كويسة وعلى قد ما نقدر يعني، بس بأمر الله إن شاء الله الأيام اللي جاية يبقى فيها خير وموسم خير على الجميع بأمر الله. خليكم معانا كده. طبعا أنا كنت قاعد بقالي نصاية كده جربت المية، خدت كام بطاطاية برضه هصورها لكم، وإن شاء الله نكمل اليوم. خليكم معانا وإن شاء الله اللي جاي أحلى. الرجالة خدنا كام بطاطاية كده على كام مزاية، لسه بجس المية كده. طبعا هغير دلوقتي وأعمل شلاط وإن شاء الله أشتغل على البطاطا بأمر الله خير. يا رب بس السمك يبقى باين لأن الشمس ضربة شوية، وعلى الله التسعير هشتغل كده في قدام مني، وان شاء الله كده ربنا يرضينا بامر الله. خليكم معانا وان شاء الله خير. طبعا اخويا خالد قاعد اهو، طريقة جديدة. صباح الفل عليك يا ريس، ربنا يرزقك يا رب. خليكم معانا كده رجالة، وان شاء الله اللي جاي خير. بسم الله ما شاء الله رجالة، البطاطا اللي شغالة علينا اهي احجام الوسط دي، وعلى الله التسعير. ملحقتش اجيبها مباشر معلش، بس ان شاء الله اللي جاي خير. ليكم معانا. طبعا يا رجاله احنا غيرنا المكان، هنشتغل في المكان الغرق ده شويه، زفرنا برده وجهزنا عدتنا، وان شاء الله هنشتغل، ولو ربنا رضانا باي حاجه ان شاء الله هنصورها لكم، وبحاول اوريكم يعني تفاصيل اليوم وطبعا الارزاق بتاعت ربنا يعني، وان شاء الله اللي جاي خير. صباح الفل يا خلول، الله ينور يا صاحبي، حبيبي يا صاحبي، الله يرزقك. خليكم معانا كده رجاله، وان شاء الله اللي جاي خير بامر الله. نصرونا رجاله ديشة بتاع الغلطات، ان شاء الله اللي جاي خير بامر الله. صباحكم زي الفل رجاله. شغال بالعده المعتاده بتاعتي، بص 5 متر فله وسط، رصاصه وزن الفله، شعر فوق 25 مدور، شعر تحت 12 مستورد، وسلاح 9 الامين 421. تمام يا رجاله، هنبتدي نزفر كده وان شاء الله ربنا يرضينا. خليكم معانا وان شاء الله خير. واحده واحده صاحبي، بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك يا خلوه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا خلوه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. على هادي يا زبادي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء 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 الله. يا رب الصورة تبقى واضحة رجالة عشان الشمس. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. الأقوى ده رجالة، طبعا انا ماسك التليفون وبصور لكم، بس ان شاء الله صلى على النبي صلي. الله الله ينور يا خلود، احلى خلود في الدنيا، صلى على النبي يا رجاله، نور رجاله، احلى جبايش يا رجاله، بسم الله ما شاء الله. خليكم معانا كده وان شاء الله اللي جاي خير بامر الله. الله ينور يا خلود، خليكم معانا رجاله، صلى على النبي صلي، صلى على النبي صلى ديشة، صلى على النبي صلى بالديشة، اطلع بالديشة، واحدة واحدة، واحدة واحدة، صلى على النبي. أول برؤية معانا يا رجالة إيه؟ إن شاء الله اللي جاي أحلى. صباحكم زي الفل. صلى على النبي صلى يا رجالة. بسم الله ما شاء الله. الله ينور يا خلود. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. واحدة واحدة صاحبي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. كركبت تاني مرة رجالة، وعلى الله التسعير، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا رب تبقى باينة رجالة، الله يرزقك خلود، بسم الله ما شاء الله، على مهلك يا صديقي، بسم الله ما شاء الله،
صلي على النبي صلي. ملقفوها برضه رجالة وعلى الله تسيد. خليكم معانا واحدة واحدة يا ريس، واحدة 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 واحدة. بسم الله ما شاء الله. اطلع صاحب، اطلع اطلع على طول. بسم الله ما شاء الله. يلا خليكم معانا يا رجاله. بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك. طبعا ملقف قصير. الله اكبر عليك، احلى صباح يا ريس. الله ينور عليك يا خلوه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلويات دي؟ فينك يا وجود؟ الله ينور عليك. يا رجاله طبعا كنت اول روح رحت في ظهر القلعه كده، هناك المايه فاتحه خالص ما اشتغلتش معانا، قعدنا ندور شويه لحد ما لقينا مكان غرق. فيعني لو انت شغال ولقيت ان المايه في اماكن كده بتبقى كاشفه وتلاقي السمكه مش مقبله عليك، فدور على مكان غرق واشتغل عليه بالظفر. هترمي كام كبشة ظفر كده هتلاقي السمك حضر عليك بامر الله. اهم حاجه انت تنقي مكان غرق ويكون المايه فيه غامقه شويه، في لسان غويط، مكان يبقى العمق فيه غويط شويه. والاماكن اللي بره دي لما بتبقى فيه مايه مثلا حمراء داخله او الريح جاي غربي شويه او العوامل الجويه يعني عموما مخليه المايه تبقى لونها غامق شويه، بتشتغل على الوعرات جميل. يعني اول ما بتنزل مثلا بكام كبشه زفر كده وترمي ربنا يرضيك. المهم انك تسعى يعني تجرب مكان وتجرب التاني، وان شاء الله ربنا يكرمكم بامر الله. تحياتي لكل الناس وان شاء الله اللي جاي خير بامر الله. طبعا يا رجاله سامحونا الاماكن بقت قليله جدا، فبقدر الامكان بنحاول نطلع نجرب اماكن ونقول لكم الدنيا فيها ايه. يعني احنا الايام دي مركزين على القلعه بس ما شاء الله يعني السمك كويس على فترات، وطبعا اهم حاجه السعي. خليكم معانا يا رجاله. رجالة كده الحمد لله خلصنا صيد، ان شاء الله هنخيل كده في فبط الشمس دي. والنهارده اليوم الحمد لله كان مسلي، اخدنا شويه السمك دول الحمد لله اللهم بارك. وكان معايا اخويا وحبيبي خالد. بسم الله ما شاء الله النهارده احلى جبايش واحلى كحلة. بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك يا خلود. عليك يا وديشه. اه شويه سمك حلوين كده رجاله اهو، وان شاء الله اللي كده اللي جاي خير. وبامر الله لو ربنا كرمنا كده في المخيله باي حاجه ان شاء الله هنصورها لكم. خليكم معانا وان شاء الله اللي جاي يبقى خير. وطبعا بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتتفاعل معايا، وان شاء الله الايام الجايه بامر الله يبقى فيها فيديوهات احسن واحسن بامر الله. احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وان شاء الله الرزق بتاع ربنا يعني. طبعا كان معايا اخويا خالد النهارده، وشه حلو علينا دايما حبيبي حلود. الله يبارك لك يا صاحبي. الله يبارك لك يا حبيبي صاحبي. الله يرزقك ويديك من طبعا أصلاً. الاحجام دي موجوده رجاله يا جماعه عشان بس ايه اهو رجاله. والله الكاميرا ما بديها حقها ما شاء الله يعني. احجام دي كويسه رجاله، يعني احطها جنب الازازه كده خالد. دي الازازه اللي هي اللتر ونص يا جدعان. اهو بالصلاه على النبي رجاله. ها في احجام حلوه في الميه ان شاء الله تشتغلوا عليها وتسعوا كده وربنا يرضي الجميع ان شاء الله. ده اصفر جميل يا رجاله ومسلي، وان شاء الله كده اللي جاي يبقى خير بامر الله. خليكم معانا كده ان شاء الله، لو ربنا كرمنا بالمخايله في حاجه هنصورها لكم. تحياتي ليكم يا رجاله.